دلوقتي هنشوف مع بعض لقاءات لوفود العالم المشاركة في قمة المناخ كوب 27 ونرجع نكمل مع حضراتكم التاسعة. هذه القمة تتعلق بتحويل هذه الكلمات وكل المفاوضات التي تمت بفاعلية على مدار 30 عاماً الماضية وكيفية تحويل كل هذه النقاشات إلى أفعال. إنها تتعلق بتطبيق ما جاء في الدليل الخاص بقمة باريس للمناخ وتقريب فجوة الطموحات في إطار عملية تقوم على تخفيف حدة آثار النشاط البشري وتأكيد أننا نحافظ على مستوى 1.5 درجة مئوية لحرارة الأرض. أما فيما يتعلق بالتكيف وما يجب القيام به مع ارتفاع درجات الحرارة فإن على الدول التكيف مع هذا الارتفاع وآثار التغير المناخي سواء على الشق المالي أو الخسائر والأضرار. الأمم المتحدة كلها تركز على أنظمة الإنذار المبكر والكثير منها مرتبط بالطقس والمناخ. معرفة حين نعرف متى تحدث الكوارث يكون لدينا بيانات عندنا في الولايات المتحدة نقوم بالإعداد لذلك، ولكن ليس الجميع لديهم هذه الأدوات. وعبر ال5 سنوات القادمة نحاول أن نجعل الجميع في كل الأماكن لديه هذه الأنظمة التي تساعدهم على الإعداد قبل حدوث الكوارث، وهذا يعتمد على العلم والبيانات، وأيضا هناك تواصلات مع الناس على الأرض في هذا الصدد. اتفاق CVF وهو يشمل 58 دولة و1.5 مليار مواطن، وأيضا رئيس دولتي هو رئيس هيئة CVF. كيف يمكن أن نضمن أن المجتمعات المحلية يتم إدراجها في الخطط المناخية؟ لهذا نحن أتينا هنا إلى شرم الشيخ للالتقاء للتعامل حول قضايا مهمة مثل الخسارة والضرر، وأيضا نحن وقعنا على اتفاق في غلاسكو في العام الماضي، وكنا نريد من خلاله أن نرى الدول المتقدمة الموجودة في G7 وG20 تكون ملتزمة باتفاقاتها والتزاماتها في هذا الصدد.